الايفكت بتاع الفيرفاكس يا جماعه على الرينال بلاد فلو، احنا قلنا ان هو بيقلل الرينال بلاد فلو، قلنا في نظريه بتقول ان السبب في كده الهايبوفوليميا، وفي نظريه ثانيه قلناها يعني قد تكون صح وجايز لا، ان هو بيوسع شويه الايفل الاريول مور ذان ذا افل، فبيقلل البريشر جوه الجلوميرولاي وبالتالي بيقلل الجي اف ار. ده الكلام ده مع الفايزايز، وكان ليها ميزه ان انا اقدر اعالج بيهم النيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، دي غالبا الفكره ان انا اقلل اليورين فوليوم في العيان ده، لكن كان في مشكله بقى ان ممكن على المدى البعيد يبتدي العيان يشتكي بينا البيرمنت او لينا ديسفانكشن. تعال نبص بقى على اللوب دايابيتكس العكس تماما. They are dilators of the renal blood vessels. يوسعوا كويس قوي في البلاد فيسلز وبالذات الافرنت ارتيول مور ذان الافرنت، فعشان كده هيزودوا الرينال بلاد فلو ويزودوا الجي اف ار. تفرق معانا في ايه بقى؟ اما طبعا فكره الدايابيتس انسبيدس انا مستبعدها، مش هقدر استعملهم في العيان ده، لكن في ميزه حلوه قوي ان انا اقدر اديهم في الناس اللي عندهم مثلا اديما او هايبر تنشن ومعاهم رينال ديسفانكشن او رينال انسفشنسي. يبقى ده الفروق الاساسيه ما بين المجموعتين. ليه بقى بيوسعوا او ازاي بيوسعوا رينال بلاد فيسلز؟ بيقارن ان هم بيعملوا ستيميليشن the prostaglandin formation هنا. يعني لو خدت بالكم الثايزايت عملت الاكشن ده سيستميك على مستوى شرايين الجسم كله فساعدت في موضوع الهايبرتنشن. لكن بيقارن الجلوكوريتكس الاكشن بتاعها اساسا بيحصل على مستوى رينال بلاد فيسلز. طيب بما ان الفكره هي عباره عن ستيميليشن اوف بروستاجلاندين سينثيسيس، يبقى انا من غير ما اذاكر بقى متوقع ان الاسبرين والنون ستيرويدال بيضيعوا الاكشن ده. كده يبقى انا لو اديت اسبرين او نون ستيرويد عموما في عيان بياخد فوزامايد انا ضيعت جزء من الاكشن من الميزه اللي فيه ان انا خليته ما يزودش رينال بلاد فلو باي رينال فازوديلاتيشن. يبقى ده من الحاجات المفيده قوي في العيانين بتوع ضغط والرينال انفيرمنت. الاكشن الاخير بقى والاهم طبعا بالنسبه لي شغلهم از دايوريتكس. اولا لو بنتكلم على اونست دي هاف رابيد اونست، مش بس عشان بيتحقن، حتى الاور ادمنستريشن بتاعهم اسرع. يعني امتصاصهم غالبا مور رابيد وبالتالي الاونست اسرع شويه من مجموعه الثايزايدز. لو بنتكلم على دوريشن فاكرين الثايزايدز كان في شورت ولونج مش كده؟ معظم اللوب دايوريتكس ار شورت اكتف. يعني برضه دي تعتبر ديس ادفانتج شويه، لو محتاج ادي على مدار اليوم كله يمكن احتاج مور ذان 1 دوز. ده بالنسبه للديوريشن والاونست. لو بنتكلم على افيكاسي هم اعلى حاجه موجوده دلوقتي. سميناهم الهاي سيلينج او الهاي افيكاسي دايوريتكس. الكلام اللي يهمني بقى السايت اوف اكشن بتاعهم. برضه ان شاء الله للمره بقى المليون ثايزايدز هنا هو اول جزء في الديستال كومبيتد تيبيول، لكن اللوب دايوريتكس اشتغلوا في مكان مختلف تماما اللي بنسميه التي اي ال اللي هو الثيك سيجمنت او ذا اسندنج ليمب اوف لوب اوف هانج. المكان ده كانت وظيفته ايه بقى؟ يعني في الفسيولوجي هو بيرجع صوديوم بوتاسيوم واثنين كلورايد، صح؟ كان بيعمل دي ابزوربشن للميه ولا مفيش؟ المكان ده ما بيرجعش ميه، المكان ده بيرجع بس سوليدز. طيب انت تخيل بقى الصوديوم اللي كان المفروض يرجع ده تقريبا كان في حدود 20 ل 25% من الصوديوم. انت منعته من الهيومن. ففضل قاعد محبوس جوه الهيومن اوف ذا نيفرون فنزل في اليورين وبالتالي سحب وراه الكلورايد، واهم حاجه عملها لي ان هو سحب وراه الميه. اختلاف المكان بتاع الشغل ده هو اللي يفسر الى حد كبير قوي ليه ده هاي افيكاسي وليه الفايزايتس كانت لو بيشتغل على كميه صوديوم اقل من اللي بيشتغل عليها لوب دايوريتكس. طيب تعالى نفتكر بقى الجزء بتاع اليورين والبلاد مع الفايزايتس. الفايزايتس زودت صوديوم في اليورين سميناها ناتريوريسيس، وقللته في البلاد سميناها هايبوناتريم. زودت كلورايد في اليورين سميناها كلوريوريسيس، وقللته في الدم فقلنا عليها هايبوكلوريميا. زودت بوتاسيوم، دي مهم قوي، زودت بوتاسيوم في اليورين سميناها كاليوريسيس، وقللت البوتاسيوم في الدم اللي هي اسوء عيب اللي هي الهايبوكلوريميا. طب هي ليه قللت بوتاسيوم؟ ليه الثايزايت قللت بوتاسيوم؟ احنا قلنا التفسير ان خلايا او الجزء الباقي من الديستال تيبيول بيفاجئ بصوديوم اوفر لود، فبيحاول يعوض، يحاول يرجع شويه صوديوم وينزل بداله بوتاسيوم مهم. الكلام ده هيحصل تاني مش كده؟ الجزء الباقي من الديستال تيبيول ده هيحاول يرجع الصوديوم اللي نازل، فيرجع شويه لكن مش قادر يرجع كل الصوديوم، وبالتالي هينزل في المقابل بوتاسيوم وهيدروجين. يبقى عندي مشكله الاسيديك يورين موجوده زي الفاز
الاسيتايدز وعندي مشكله الالكالوزس هي هي. اليوريك اسيد زي ما اتفقنا هيقل نزوله في اليورين لكن هيعلى في الدم. المغنيسيوم والكالسيوم الاثنين هيزيدوا في اليورين مع استعمال اللوب دايوريتكس. فاكرين انتوا الثايزايتس كان الكالسيوم بيعلى وقعدنا نفكر بقى هل المشكله كانت هنا ولا هنا؟ والمغنيسيوم قلنا على حسب كتابنا بيفقد في اليورين ومش عارفين قوي الميكانيزم. هنا بقى مؤكد ان هيحصل اكسكريشن اوف كالسيوم في اليورين يسموها كالسيوريسيس لو يعني ممكن اقول عليها كده وهيزيد المغنيسيوم في اليورين والاثنين هيقلوا في الدم. فبقى عندي هايبوكالسيميا وهايبوماغنيسيميا. ليه بقى بيحصل حكايه النقص الكالسيوم نقص اسف الكالسيوم والمغنيسيوم في البلاد وزيادتهم في اليورين؟ هي الفكره كلها لو جينا بصينا على المكان ده وتخيلنا كده دي خليه من بتوع اللوبوفانج والناحيه دي هي اليومن بتاع النفر والناحيه دي هي البلاد. اللي بيحصل في الفسيولوجي بقى ان المكان ده بيدخل بوتاسيوم كده بيعمل ليه ابزوربشن للبوتاسيوم. فبيجي وقت من الاوقات بيقال ان البوتاسيوم جوه الخليه دي بيعلى. يعني عماله ترجع بوتاسيوم لطبيعتها ووظيفتها فالبوتاسيوم جوه خليه اللوف فين المكان اللي فيه سيجمنت ده بيزيد فيه جواه البوتاسيوم شويه. فبيحصل حاجه بيسموها باك ديفيوجن اوف بوتاسيوم. البوتاسيوم اللي الخليه لقيته عالي ده تروح مرجعاه تاني على اليوم. ودام رجعته على اليومن راحت عامله ري ابسوربشن لحاجه يسموها الدايفيننت كاتايون، يعني راحت سحبه مغنيسيوم وكالسيوم من اليومن للخليه وللبلد. طب انا عملت ايه دلوقتي بقى؟ اديت لوب مش كده؟ اللوب ده عمل ايه؟ اللوب ده منع البوتاسيوم ري ابسوربشن، صح؟ مش هو بيجي المكان ده يقفل كده كل التشانلز اللي هنا يبقى البوتاسيوم ما رجعش. يبقى البوتاسيوم جوه الخليه ما زادش. فما اضطرتش انها تعمل باك ديفيوجن. ما رجعتش بوتاسيوم تاني على اليومن، وده ما رجعتش بوتاسيوم تاني مش محتاجه انها تري ابزورب او تابزورب هنا المغنيسيوم والكالسيوم فبيفقدوا في اليورين، ينزلوا بقى في اليورين ويحصل هايبو مغنيسيميا وهايبو كالسيوم. يبقى ده بالنسبه كده للاكشنز المهمه بتاعتهم على مستوى البلد وعلى مستوى اليورين طبعا. لو نيجي بقى نتكلم على الفارماكولوجيكال او اسف الثيرابيوتيك يوزز بتاعتهم برضه هنلاقي في تشابه كبير جدا جدا مع مجموعه الثايزايتس. يمكن لو استثنينا حاجه مهمه قوي اللي هي الافروجينيك دايابيتس انسيبيدس لن يسكر مع اللوب ان هم بالعكس بيزودوا لينا البلاد فلو. ومشكله الايديوباتيك هايبر كالسيوريا مش هينفعوني، التانيين كانوا بيخلوا الكالسيوم في اليورين قليل فيعلوا الكالسيوم ستونز، ده بالعكس بقى ده يعمل لي مشكله انكريز اوف كالسيوم اليورين. لكن الباقي تقريبا متشابه قوي، اقدر استعملهم في الايديما واقدر استعملهم في الهايبرتنشن. وخلي بالكم ده زي ما قلنا اهم استخدامين لاي دايبيتيك. طب تعالى في الايديما هي كان مشاكل الايديما اللي جايه يا كاردياك يا هيباتيك يا رينال، هديهم في نفس الكلام. امتى اديهم في الكاردياك ايديما الناس اللي عندهم هارت فيلير؟ انا استعملت الثايزايد في المايلد والمودريت مش كده؟ بالظبط. واستعملتهم في الكرونيك ان انا مش قادر استعملهم في الطوارئ. اللوب بقى اقدر اديهم في السيفير هارت فيلير، حوش ميه وملح اكتر فمحتاج دايوريتك اقوى، اديهم في حاجه اسمها ريفراكتري، جربت ثايزايد وما نفعوش يمكن يستجيبوا للاقوى. ومهم قوي بستعملهم في الاكيوت هارت فيلير اللي احنا بنسميه بقى لو فاكرين لو حصل اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير بنقول عليه او يؤدي الى اكيوت بالمونري ايديما. دي من حالات الطوارئ المهمه قوي، والدايوريتكس هنا الفوزامايل مهم جدا جدا يتاخد انتراوينس، يعني ممكن ينقذ العيان حتى بتوصله للمستشفى. يبقى دي استعمال مهم قوي اقدر استعمله في الهيباتيك ايديما صح، بس نفس البريكوشن خلي بالك ما يكونش الليفر بوردر لاين عشان يدخلني في هيباتيك كوما. اقدر استعمله في الرينر وانا مطمن بقى لان هو نفسه بيحسن وظائف الكلى مش كده؟ فما فيش مشكله قوي ان يكون الكيدني فانكشن مش حلوه، بالعكس ده ممكن يحسنها شويه. بالمناسبه على فكره هو بيتاخد كمان في الاكيوت رينال فيلير ايا كان سبب. الفكره اللي فيه طبعا ان هو هيزود رينال بلاد فلو. وعلى فكره ساعات بيحصل اكيوت رينال فيلير كلكم عارفين لو في هيموليسيس او لو في ماسل دامج وبدا يترسم هنا حاجه زي المايوجلوبين او الهيموجلوبين ممكن المجموعه دي بتعمل دايوريسيس كويس فكانها بتغسل اليومن اوف النفرون من الديبوزيتس ما بتخليش النفرون يقفل بيسموه لينا شت داون. يبقى مهم قوي في علاج القديمه بانواعها، مهم في الاكيوت رينال فيلير
في علاج الهايبرتنشن ما هوش المفضل. انا دايما بفضل في علاج الهايبرتنشن الفازايت، قلنا ما هياش كوسه يعني، هي الفكره ان الفازايت بيعملوا حاجه حلوه قوي اللي هي فازودايليتيشن في الارتريول سيستم. امتى اللوب دايريتكس احسن؟ لو انا عندي سيفير هايبرتنشن، لو انا عندي هايبرتنشن وذ رينال امبيرمنت، او لو انا عندي ايمرجنسي، لان ساعتها الفازايت ما لهمش قيمه بقى عشان الديليد اونست اوبريشن. يبقى ده استعمالات ثلاثه مهمين قوي قوي في الناس اللي محتاجين اللوب دايريتكس. لو بنتكلم على استعمال، ما اعرفش هل كان مكتوب في الكتاب لكن بيهتموا بيه قوي في كتب الفارما، اللي هو الكالسيوم. الدواء ده من الادويه اللي بتعمل هايبوكالسيميا، فمتوقع فيه ان انا اديه في الناس اللي عندهم مشكله هايبركالسيميا، واحيانا الهايبركالسيميا بتبقى اكيوت وقد تؤدي الى مشاكل كبيره قوي ميتابوليك وكارديك وغيره، فممكن احط معاهم الاكيوت هايبركالسيميا او ان جنرال كده استعمالهم في الهايبركالسيميا. طبعا في الـ يعني معرفش كان في اذر يوزز ولا لا، بس اعتقد هي دي الحاجات المهمه اللي موصوفه في الكتاب. احيانا لما بيبقى عندي تسمم ادويه والدواء ده جزء منه نازل عن طريق اليورين، بديه الفلوزامايد، حاجه اسمها فورس دايوريسيس، هي يمكن مش مكتوبه في كتابنا دلوقتي لكن هنسمعها ان شاء الله بعد كده. في بعض الادويه اللي بتبقى زي الدكتور بريك معتمده على رينال اكسكريشن، وانا اخدت منها توكسيك دوز، فبحاول اصلح التوكسيسيتي عن طريق ان انا ادي دايوريتك ينزل الدواء ده في اليورين اسرع شويه. ده يقول عليه فورس دايوريس، هنسمعها ان شاء الله في علاج الاسبرين توكسيسيتي او الباربيتوريت توكسيسيتي ان شاء الله في الترم الثاني. لو بنيجي نتكلم بقى على الادفيرس افكتس او الكونترا انديكيشنز، اعتقد ان الكلام هيبقى تقريبا مكرر قوي زي ما قلنا مع الثايزايتس، يعني دايما العيب الاساسي في المجموعه دي زي الثايزايتس هي الهايبوكاليميا، مش كده؟ خلاص بقى فهمنا مشكله الهايبوكاليميا، ده مشاكل وراها اريثميا وسكيلتال ماسل ويكنس وسي ان اس ديستربنس واحيانا امبوتنس او سيكشوال ديسفانكشن ان ميلز. وعرفنا ان اسوء عيان معرض للهايبوكاليميا هو اللي بياخد ديجيتاليس، لان ساعتها تول انديوس ديجيتاليس توكسيسيتي. الحل المره الثانيه ان شاء الله، طالما انا عارف ان الثايزايد واللوب بيعملوا هايبوكاليميا، يبقى بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك معاهم او ايس انهبيتور معاهم او انجيوتنسين ريسبتور بلوكر معاهم. الحلول البديله ادي بوتاسيوم سيرم او تابلت، اعمل انترميتنت يوز، استعمل الدواء يوم بعد يوم، او اعتمد بقى على البوتاسيوم في الدايت. العيب الثاني الهايبوماجنيزيميا زي ما حصل قبل كده مع الثايزايتس. العيب الثالث مختلف شويه عن الثايزايتس اللي هو الهايبوكالسيميا مش هايبركالسيميا زي الثايزايتس. هايبرانتريميا طبعا موجوده، هايبوفوليميا مهمه لان الدواء ده دايوريتك قوي فممكن يقلل قوي البلاد فوليوم، هايبوتنشن موصوفه مع العينين اللي بياخدوا دايوريتكس ان جنرال، وقلنا ما هياش بوستشرال لان هم ما بيعملوش حاجه اسمها فينو دايلاتيشن. الحاجات المشهوره بقى في شغلهم العالي هي الهايبر يوريسيميا، وعرفنا التفسير، والهايبر جلايسيميا والهايبر ليبيديميا. الالرجي بنسميها هايبر سنسيفيتي عشان نحفظها معاهم. على فكره سؤال كده عادي، هو مين اللي عنده الالرجي في اللوب؟ السلفونامايد ديريفاتيفز ولا نون سلفونامايد؟ مين فيهم يعمل الالرجي؟ الاثنين يعملوا. اي دواء في الطب ممكن يعمل الالرجي ريأكشنز. هو احتمالات الالرجي اعلى واعنف لو هو سلفونامايد ستراكشر. وقلنا في حاجه اسمها كروس الرجي، لو انا الرجي للسلفا واخدت دول يجي لي اعراض الالرجي على طول. يعملوا مشاكل الليفر، ممكن يدخلوني في هيباتيك كوما لو العيان زي ما قلنا بوردر لاين في الليفر فانكشن. نفس الكلام اللي قلناه مع الثايزايتس، ممكن يعملوا فيتو توكسيك افكت، ممكن يعملوا بون مارو انهبيشن، ممكن يعملوا مشكله الجت ديستربنس. العيب بقى اللي عايزك ان شاء الله في الكتاب بقى كده تبروزه وتلونه اللي هو الاوتو توكسيك افكت. العيب ده لم يذكر نهائيا مع مجموعه الثايزايتس، لكن من الحاجات مهم قوي اوتو انا نسيت اسمه توكسيك، دي معناها انه بيعمل حاجه اسمها نيرف دامج او نيورو توكسيك افكت، بيأثر على العصب التام اللي هو بيسموه الستيتو اكوستيك او اللي هو الاوديتوري والفيستيبولار ديفيجن بتوعه. يعمل ايه بقى؟ لو اثر على الاوديتوري ديفيجن يعمل هيرنج لوس، ولو اثر على الفيستيبولار ديفيجن يعمل مشكله ديس اكوليبريم او فيرتايم. بيقال ان ده هيحصل بشكل كبير شويه في
حاجه من الاثنين، يا العيان عنده رينال امبيرمنت وبالتالي مش قادر يتخلص من الانتيبيوتكس بسهوله، الاحتمال الاهم يكون بياخد اذر اوتو توكسيك دراجز. هنسمع ان شاء الله اشهر مجموعه بتعمل اوتو توكسيسيتي حاجه اسمها الامينو جلايكوزايد انتيبيوتكس. هنسمع ستريبتومايسين وجنتامايسين واسامي كتير قوي. لو انا باخد المجموعه دي وفي نفس الوقت بستعمل لوب دايوريتكس انا معرض العيان احتمال عالي قوي في الاوتو توكسيك افكت. لو بنتكلم على كونترا اندكيشنز هي تقريبا متشابهه قوي قوي. خلي بالك في العيان اللي عنده تسمم فيتاليس، خلي بالك في العيان اللي عنده جاوت، اللي عنده دايابيتس، اللي عنده هايبوتنشن، اللي عنده هايبوفوليميا، العيان البريجننت خايف من الفيتو توكسيك افكت، وخلي بالك من الستيرويدز نفس الفكره. لو انا باخد كورتيكو ستيرويد بتشتغل زي الالدوستيرون مع اللوب دايوريتكس هيعكسوا بعض على مستوى الصوديوم، لكن القضيه الاهم والاخطر ان الاثنين هيعملوا سيفير هايبوكاليميا. بلاش طبعا ناخدهم مع الاذر اوتو توكسيك دراجز. لو حبينا نتكلم على دراج انتراكشنز تبقى شبه قوي قوي اللي احنا قلناه مع الثايزات. يعني مع البوتاسيوم سبيرنج دايوريتك صح، مع الايس انهبيتورز او الاي ار بي صح لان انا بحافظ على البوتاسيوم، مع الكورتيكو ستيرويدز غلط سيفير هايبوكاليميا في الاثنين. مشكلتهم مع النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز زي ما قلنا ان هم هيمنعوا تقليل بروستاجلاندينز اللي بتعمل رينال فازو دايلاتيشن، يبقى انا ضيعت ميزه مهمه قوي في مجموعه اللوب دايلاتيشن. مع ادويه الدايابيتس هيعكسوا شغل الانتي دايابيتك دراجز، نفس الكلام في الدور، نفس الكلام في الهايبرليبيديميا. احنا يمكن بس نزود هنا حاجه مهمه قوي في دراج انتراكشنز اللي هي ويذ اذر اوتو توكسيك دراجز. دي بقى تعمل لي مشكله كبيره قوي لو انا باخد ادويه زي ما قلنا زي الامانوجلايكوزايدز او غيره. الاسامي بقى المشهوره معلش عشان نبص كده اقول لكم الحاجات المهمه قوي في الاسامي، احنا قلنا يمكن الحقيقه اهم اسمين ممكن اتسال فيهم في مجموعه اللوب دايوريتكس. المجموعه اللي هي شبه السلفا عندنا ال في الكتاب عندنا طبعا مكتوب اسامي كتير قوي، التورزمايد اللي ملوش قيمه كبيره قوي الحقيقه، اللي حفظناه طبعا بشكل واضح قوي هو الفروزامايد اللي كان مشروح في الكتاب ده اسم الاساسي يعني في الكتاب، البيوبيتانايت ممكن نحفظه احتياطيا يعني اسئله الام سي كيو، وبعد كده عندنا الايثاكرينيك اسيد. الايثاكرينيك اسيد اهم حاجه نعرفها في الموضوع بس ان هو نوت سلفونامايد ديريفاتيف، وبالتالي ما عندناش بقى شغل السلفا اللي هو الالرجي او الكروس الرجي، ولا ان هو بيعمل انهبيشن اوف كربونيك انهيدريز انزايم. ما اعرفش كلمه مور ديفنس دي الحقيقه جايز تكون حاجه اقصائيه، وكلمه ميجي بيرمننت الحقيقه ممكن تبقى معاهم كلهم. هو اي دواء بيعمل نيورو توكسيك افكت، اي دواء بيبوظ عصب فيبقى العصب ما بيرجعش يتصلح تاني، يعني حكايه ان هو بيرمننت ديفنس او بيرمننت برتايج دي تشمل اي حاجه من الادويه اللي بتعمل اوتو توكسيس. الصفحة الأخيرة بقى في الموضوع بتاع الـ البوتاسيوم يوزنج دايوريتكس اللي هو الفرق ما بين الثايزايد واللوب، والحقيقة طبعا جدول كويس بس أعتقد إن أنت ممكن تطوره شوية. يعني من أول كده الروت والادمستريشن، من أول الديوريشن والكونسبت، مين فيهم سلفونامايد ومين فيهم لأ، ممكن تحط كل المعلومات في الجدول بحيث إن هو يبقى يعني إيه فرصة كويسة للمراجعة بعدين. اعتقد ان احنا هنكتفي معلش بهذا القدر بقى من الدايوريتكس لان احنا عندنا جزء بقى صغير قوي اللي هي مجموعه البوتاسيوم سبيرنج معلش المفروض كده